شيبسي بيفكرك اضحك لها تضحك لك. موجز لأهم الأخبار لهذا اليوم. الحرية والعدالة يدعو الجنزوري للاستقالة ويطالب العسكري بإقالته. استقرار معدل الضخ اليومي للبنزين والسولار وتراجع حدة الأزمة. الأزهر يعتذر عن عدم المشاركة في تأسيسية الدستور ويسحب نصر فريد واصل. نور يتقدم مسيرة من الأزهر إلى العليا للرئاسة في 6 إبريل لتقديم أوراق ترشحه. غرفة السياحة تخفض أسعار الحج ابتداء من الموسم الحالي. إصابة شخصين وتفحم 3 سيارات في حريق هائل بمحطة بنزين بنصر النوبة. الرابطة الصوفية القبطية تحتج على تشكيل تأسيسية الدستور. الضرائب العامة تحيل 46 موظفا إلى النيابة الإدارية لمشاركتهم في الإضراب. إحالة أوراق بلطجي قتل عاملا بالشرقية إلى المفتي. وأخيرا الأهلي أمام البن بالكلية الحربية 8 إبريل وانتظار رد الأمن لحضور الجمهور.